أعلنت مصر عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس، وتدار العمليات في الحقل بالشراكة بين شركة بتروجاف مصر نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كيرون بيكو وكوفبيك. ووفقا لوزارة البترول المصرية، بدأ الإنتاج من البئر بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميا، وبلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام من الحقل حوالي 23000 برميل يوميا، مقارنة بنحو 4000 برميل يوميا قبل تنمية هذا الحقل.